بالنسبة لتشخيص فرط أفراز الهرمون الدرقي السمي أو العادي، إن يعني حاليا الأمر بسيط جدا، لا يحتاج إلى فقط إلى تحليل دموي بسيط، وهو نحلل عدة هرمونات. نحلل الهرمون الدرقي الذي تفرزه الغدة الدرقي، وهو الهرمون ما يسمى التيروكسين. التيروكسين يوجد منه نوعان من التيروكسين، التيروكسين الكلي والتيروكسين الحر، أو ما يسمى الفري تيروكسين. فالثايروكسين أنا حالياً الأفضل والأدق أن نحلل الفري تيروكسين FT3 and FT4. طبعاً FT3 and FT4 that's meaning يعني this one هذا الهرمون واحد T4 يتحول في النسيج الأنسج المحيطي إلى تيروكسين ثلاثي طبعا. والذي يرتبط هذه الهرمونات الدرقية ترتبط بهرمون هام يفرز من الغدة النخامية ما يسمى TSH، الذي الهرمون الذي يحث الغدة الدرقية على إفراز هرمون التيروكسين. ثم التيروكسين عندما يرتفع لنسبة معينة عند الإنسان الطبيعي يقوم بتثبيط هذا الهرمون، الهرمون المفرز من الغدة النخامية، ويسمى نظرية التلقيم الراجع السلبي، ويؤدي إلى توازن في عمل الغدة الدرقي. في فرط أفراز هرمون النشاط الدرقي يختل هذا التوازن لأسباب عديدة يمكن أن نأتي على ذكرها في أمور في أوقات قادمة. فاختلال هذا التوازن لا يصبح ارتفاع الهرمون الدرقي التيروكسين لا يثبط ال TSH الذي الهرمون المفرز من الغدة النخامية. إذن بالتحاليل الدموية أجد ارتفاع بالـ FT4 والـ FT3 وأجد أن الـ TSH منخفض جدا. هذا يعني أن لدي فرط نشاط إفراز الهرمون الدرقي. هلأ إذا أردنا أن نتعمق أكثر في الأسباب، وهناك تحاليل حاليا حديثة جدا لتشخيص بعض الأدواء التي تؤدي إلى فرط إفراز الهرمون الدرقي، كما قلنا سابقا داء غريفز الذي يؤدي إلى فرط سمي في إفراز الغدة الدرقي. حاليا يلجأون إلى تحليل الأنتي تي بي أو أنتي بيروكسيداز، هذا التحليل الذي يشخص 75% يثبت لنا تشخيص داء غريفز. وحاليا يوجد تحليل أدق منه، هو الـ TSH Antibody Against Receptors of TSH، يعني الأجسام المضادة لمستقبلات الهرمون TSH، الذي ترتبط بهذه المستقبلات وتحس الخلية الدرقية على أفراز التيروكسين الذي يصبح بشكل سمي.